همس، وش أكبر تضحية سويتيها عشان تشاركين في سعودي آيدل؟ أكبر تضحية كانت لي أنه صار لي عرض صحي في بداية البرنامج، وتنومت في مستشفى 14 يوم، دخلت في العناية المركزة كله عشان بس البرنامج عشان أقدر أكمل في سعودي آيدل. السلام عليك. بسم الله عليك. يعني أتوقع لو واحد ثاني يمكن يقول خليني أريح وأهدي، أهم شيء صحتي. أنت شو السبب اللي خلاك تقاتلين عشان ترجعين؟ لأنه إحنا في فرصة مرة قوية، وما ينفع أن أنا يعني أضيع الفرصة هذه، لأن فيها حلمي وفيها حلم بنتي وفيها مستقبل، يعني فالواحد لازم يضحي. الله يخلي لك بنتك. آمين يا رب. والله يوفقك إن شاء الله. وياك يا رب. ماجد قلبه. بكل صراحة، إيش تلاقي نقطة ضعفك في الغناء؟ والله ما أشوف يعني فيني نقطة ضعف الصراحة. بالمرة؟ إيه. ما شاء الله على الثقة. بس أوقات يعني يكون نقطة الضعف في التحضير، ممكن الإحساس، ممكن تكون مثلاً ما تقدر تغني لهجات تانية، فإيش تحس كذا في عائق شوي؟ في الحفظ بس. طب إيش سوي في اللايف؟ لا أحفظ يعني، إذا بقعد أحفظ يعني معانا عندي لازم أكتب 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 عشان أحفظ. سبحان الله، عكسي أيام الدراسة. كنت الأول على المدرسة. عمرك اتحطيت في موقف إنك نسيت الكلمات وأنت بتغني؟ هي صارت لي كثير. طب إيش سويت؟ أضيع اللي يعني أقول وكذا يعني. ضيعت تقول بس ما صارت في سعودي آيدل. لا ما صارت الحمد لله. طب الحمد لله، إن شاء الله ما تصير.